وقالش سلادين تا قبل لضع مرود الشيح تبدر الضاد مريد قبل كسناغ يدق مدى سلاح لي عياش غين يعني وحبك وغين شركة لقوقبان يوم قلضة برغة يا حرونتا قبل كتبدر وحاني كوصة بعين يعني وحبك لسو عن شركة سيم وحي كسو بحانا عان عدنا كمتلين او يهي الشر حسبي وكون يوكهل يا عرينتا سي يا رمكالات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاها مصطفى موسى عثمان مصطفى موسى طرب أنا حوالي جودة دقر حجيس وحن منطقة شركة صاحب حفظات سكوكو نمي قيب كميدة جودة دي شن عرضة أو كميدة جودة دي جودة دقر حجيس قواصو أكلم كلا هذا النوع كل شيء إنه تذكر إنا عن عن شركة كم ذحين صلبت وها أنا جو جديد كم ذحين أو عن أو شخص نضوض عن وضع شقين تاعيو جديد ذحين كدي مركي وحو ونرجع عن رجال سعوديين وحلاوة وح وربحنا وحلاوة وشركة كسر سيهاي كدي بصدد عفر من يقولوا بمرات صدام ثلاثي وحن قاع صلي إن عن وشم تيادنا فتح أرضا بكر موسى أرضا قدام وداعو إن أرضا قجيو به إن عنا كم دحين ما دام عن ثلاثة وضل حين وصلاة دين أتيت هاي يو عقار أتيت هاي يو وعي أتيت هاي بقى محبار جلس وعتيمين إن أرضا يا طيادي وحن وشيا قلنا سومالي لان إن أنا ما أنت كذب كم إذا حين بدي ده ما أنت هاي تاهي تاريخه لبعتن كا مش هتونا لبيا لبعتن حن شركة شرائط قبنا هنا أنا قو كقبن كذي دي قريب كم إذا كحاجيس يوم استمبيت لي دي وينو كلفتي ما كي ترى دي لما أرسلي كذي دي كحاجيس أيو تلين شلتي أما فلين تاهي ساي كشيكيين حمني يقول لي جديد واحد كفر ده أرضا يا كسر بحضي هو كفر ده حب كلو ده جه سعد راديت واحد نقطة واحد نقطتين أي تاضي عيد قوني مرة رصته يعني عيد واحد كويديني مدبر سلاسي هاي لكن مكان ولكن شو شن قاضي واحد نقطة إن شاء الله يسكت هذا وابا ده أنا جودي كучي لوايير ده ده أنا مستمد كучي لوايير ده ليه هذا شركة حجيس أي جودي كده وابا تعرف ترى ده ده ينوك لفتي إن أنا أنا هذا الله هو نوك لفتي إن أنا ده أنا أنا كم مدنين قرآن وقمان أنا مدهين حاجة كده واقعي وحكي سبحانه كم كم مدنين ما أقول سنين ترى ده وحنش وشيء الناس مالنا يجر حجيس يعيد قلبا إن أنا هذا الجديد قريب تاكم إذا معي هي مستبعد كي إن أنا حالك هاي شركة أنا أقولين ويجي كسب حنا أنا نخصينين سعد رادد وحنشيء إن أنت تذكر مركا سيدا هرو الله شيء دي ترى دي مركي لما رصدي أي تاسين أنا قدرت أي تاسان كوكا بنا هنا ما عيوا حلا لا أنا سر يقولين الجديد أنا كم بانها شركة مكبر على إعلامي أنا وشر حسبه بعمر مارقنا شر ليين قرحة سمارقنا سببتها ترجع يجي غيبت قال هاي وقبل قبل أحكول هاي أريمة هردن إحنا قوي الدين لها لأن لو ما نسوي شيء يمكن كمان أنا اللي كنا ما ورجلين مارك أنا قمر كا ما أرقنا دين وشر قرحة جسوا قد دي وحك سواء قبل قبل إذا شرر حلقه ويدين هي اللي كودة تشن هي سيكون هذي أنا كودة تشن أنا هي حلقه ويدين الله قصير حسبه بعض مارجنا هذا وضني بركة دين حسبي هذا الله اسمه حسني واللي بتدونه هذا لكن شيء قين ودي دي كان حدث مقام كيا إلى هم الكبرين الشباب كريم التوك تيجي ده أنا قرا إيه أنا بدي ده هاي اليوم بلقى غيب كليه شيل كنا دايما حرير لها هذا مقرنا زعار كيس ومقرنا زي قدني ما دي ياهي من دي يوحي وده يا شكل دحيي هدي بيني كذا كسر على بيحي
imika waxaan sheegayna shanta arday ee hore loo magacdhabay ilaahay qalan qaadada iyo shirka iyo arrimaha shaqo ku lahayn waxba laga weydiinin ayaan kana soo horjeeda aanay ka mid ahayn ama bacad magacay waxaa xasan ismaaciil ibraahim kuna magac dheer xasan shiine waxaan tani aasaaskii la ahaasa ka mid ah gudi gudeega raxjis muddo lix sano ah waxaan ku fadhiinay ardaayo ujeedo waxay ka wadataa 2020 ayay ahayd waxa dhintay baa jira wax bukaan maka wajifaa jira wax xanuunsanaya oo dhakhaatiirta yaala inta soo hadhayna dad isku xulan oo maalin walba shalay ama howlaha ay ku ballamaan fuliya maaha tada muddo dheer waxaa la lumay oo qaatay keligii guddoomiyaha ah ee reer axmed ismaaciil cadowle ninkaasoo guddidiisii ah salka ahayd ee liwala garanay ahay aanan la tashan kana tala goostay inaba la hawoodin samaystata kale oo kuma waxba guddi raxis ragaasoo mura bahara jooga oo dhilaa taagan codba socda talaas waa tala lala lumay isaga kow ka ah howl lala lumay meel isu geeyana garamayno shirka baa imi maanta ilaamiyad ee guddiga garxajisa ay ilaamisay ee buraaqa dhacay duraas shaatan bashida sheegeen waxa weeye kumuu soo bixin tala guddi tala guddi anaga guddidi halka matalaysay muddo dheer raaxayn lama yaqaan awl aan lahayna mase anagu waxa ku magacaabana hogayaana madowladii iyo rabshada guddoomiyaha guddoomiyaha waa garab hoosa waxay igu horyaalay xogayii guddi guddi garxajisa goor ugu dambeysay nimankaa baa ahaa guddiga wlo gaar ahaan ninkaa guddiga oo guddoomiyaha ka ah lama yaqaano lama soo xidhiiro shirbadu tegina ma odhan cabdiga aadiga wuxuu sheegaya mar haddii xogayo guddiga la tashan waayey mar haddii xubnihi kale guddiga la tashan waayey inaan de waxaas wax sooxa aan ahayn ugu samaystay rag kaloo isaga u gaara oo marku doono ugu yeedho xafladana u tago meheradana u qayb galo kustaa magaci ku shaqa tegey waa marka saa tahay shirkaasi kugu iman tala guddi aniga waxay igu horeysay maalintii ay ilaaminayaan saaratayda sawirkiisa sawirkaygu u ka muuqdaa waraada laakiin ma hadal hadalnaday ma dhiibin halinba hadlay baa leedi mar haddaan shirkaasi guddida aan ku imanin taladeedii oo guddidu in gaari un ay qorfaysay waxaa la arayay in gaari wax wato oo in gaari gaar wax wato taladana horey u muujiyeen in gaar wax wato kadibna ilaa imika socotaa marka anaga shirkaasi tala guddina kumuu soo bixin tala guddi fuulleedna kumuu soo bixin markay saa tahay dee anagu kama ganihin anagu qaybtan soo alaha ka hadlaysaa kama ganihin haddaa guddida ku yar noqdo 2020 xulada guddi lahaayeen rag baa geeriyoodii alaha haysto ragna waa nool yihiin tana waa bukaano waa shifaan halkana waxaan ku falinaa intaa waxoogay u sheegay xubnaha geeriyoodii bedelkiisa uu joogaa xubnaha kale ee waxaa naga maqan waa afar nin waa rabartaa nataga gaarka ugoostay waa rashiid jaambiir waa axmed cismaan cadowgude waa cali xuseen wasa adaaba talaga cabdilka cabdicali xuseen marka waxa weeye nimankaasi taladaa way la lumeen waxaa halka ka sheegaya maanta inuu yahay shirkaasi shir aan kusoo bixin tala guddiga fulinta ee guddiga garxajis tala ay u dhantay oo ay kusoo baxay ma jirto marabanay saa tahay waxaa la wado iyo hadaan laga weydiin tala laga weydiin qabanqaabada xataa ardaya u fadhinaayo weli ilaa iyo maanta saacadaan hadee layma odhanin ardaygii aad u joogtay inaad dadkanla ka qaybgelaysa shirka ee keen makale ma jiro nin garanaya ma jiro nin garanaya axmed guddoomiyuhu la baxay ee ugaarka la baxay nagamuhu qayb gelin tala kuma lihin markasaatana waxaa wado adu tirqli shirka iminka barca laga ceelaamiya anagu shir xasbuma baanu aragnaa shir iyo garxajisama aragno sababtoo ah de raggayagii qaybta ka lahaa ee qabanqaabada wax ku lahaa ee arrimaha oo dhan wax laga weydiin lahaa nalomana soo sheegin kamanaganama wargelin marka anagu markaa ma aragno de inuu shir garxajiso
guddi dhiig wax soo qada qaadanaysay shirarka ee wax laga weydiinayo laga ka wada tashanaysay kun haddii aanay ka wada tashanaanay wax laga weydiinin annagu shir xusbuun baanu aragnaayo wadani marka hadday nin xisbiyadana laysma haysan weliba tudoono ahaade laakiin shirkiin guddidii garxadis maqaamkii ay lahay way ka baydhay shabag kure meel joogta iyo dad aan qolo aana guddi dhahayn ayuun baa laga qayb geliya shirkuna dee inuu xiriir lahaado oo magaranaysaa arrinkiisa oo magaranaysaa guddinimadii iyo arrimanadii iyo wixii odayaasha ka dhexeeyey haddii beydankeeda ku socdaabay ahayd iminkana waxaanu sheegaynaa shanta ardaad ee hore loo magac dhabay inaanay qabanqaabada iyo shirka iyo arrimaha shaqo ku lahayn oo waxba laga weydiinin aynan kana soo horjeedaan oonay ka mid ahayn maxamed wardi warbaahinta qaranka somaliland hargeysa